السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. النهاردة معانا خبر مؤلم جدا، وهو الخبر ده وفاة خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة. والخبر ده متداول على صفحات السوشيال ميديا والصفحات الإخبارية. والفترة الأخيرة أعلنوا عائلته أنه هو في وعقة صحية واتصاب بالكورونا ودخل المستشفى وفي العناية المركزة على جهاز التنفس الاصطناعي، وكلنا طبعا دعينا له بالشفاء العاجل. وخرجت زوجته مروة حماد وقالت ادعوا لزوجي بالشفاء، وأولاده كمان أعلنوا على صفحتهم الفيسبوك والإنستجرام وقالوا ادعوا البابا ربنا يشفيه. ولحد وقتنا هذا لم يظهر أي حد من عائلة خالد المقداد يصرح بوفاته أو يعلن خبر وفاته، والناس كلها عايزة تطمئن على اليوتيوبر خالد المقداد، هل هو عايش أم توفى؟ والخبر ده لسه محدش عارف يأكده، وإن شاء الله الخبر يطلع إشاعة ويكون بخير. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وأرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز.